مع تطورات الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية نعود إلى جنوب لبنان مع مراسلة التلفزيون العربي هديل نماس. مرحبا هديل. من الواضح أن هناك رشقات صاروخية جديدة تنطلق من جنوبي لبنان باتجاه الجليل. صحيح، دفعات متتالية من الصواريخ انطلقت من جنوب لبنان باتجاه الجليل، وتم اعتراض بعض هذه الصواريخ. بعض الصواريخ التي تم اعتراضها يبدو من الصوت القوي الذي سمعناه حيث نتواجد في إبليس سقي، صوت مرتفع، وهذا ما يدل على أن هناك بعض الصواريخ قد انفجرت. بالتزامن مع هذه الرشقات الصاروخية وهذه الاعتراضات، كان هناك قصف مدفعي إسرائيلي طال عدة بلدات، وصل إلى سهل مرج عيون وأيضا على مجرى نهر الليطاني. هذه التطورات التي تأتي بعد يوم يمكن تصنيفه أنه هادئ بالنسبة للعمليات التي أجراها حزب الله، فقط 3 عمليات أعلن عنها حزب الله خلال اليوم، لكن الرشقات الصاروخية المتتالية، الدفعات الكبيرة من الصواريخ التي أدت ودفعت بلدية كريات شمونة إلى طلب من سكانها بالدخول إلى الملاجئ، هذا يأتي بعد عملية اغتيال نفذها قامت بها إسرائيل باستهداف منزل في منطقة بنت جبيل، وعلى إثر هذا الاستهداف ارتقى 3 شهداء، ونعى حزب الله واحد من هؤلاء الشهداء، ما يشير إلى أنه هو من عناصر حزب الله. هذا التصعيد نشير مجددا أنه جاء بعد عملية الاغتيال لأحد عناصر حزب الله في منطقة أو في بلدة بنت جبيل. عدد كبير من الصواريخ انطلقت من جنوب لبنان باتجاه الجليل، وأيضا تم اعتراض هذه الصواريخ. في أثناء ذلك كان هناك قصف مدفعي مستمر حتى هذه اللحظات على بلدات في القطاع الشرقي، كذلك في القطاع الغربي. خالد، شكرا لك هدينا مس مراسلة العربي، كنت معنا من جنوب لبنان.